للحديث عن تفاقم الانتهاكات المرتكبة ضد المعتقلين في سجون العراق ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. أستاذ علي، بداية مرحبا بك. اليوم مصادر حكومية تتحدث عن وفاة معتقل داخل سجن الناصرية في محافظة ذيقار، وقالت إن أسباب الوفاة غامضة، وهذا السجين هو أو المعتقل هو محكوم عليه بالإعدام. ترى كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ لا شك أن هذا الكلام يعني يراد به التغطية على عملية قتل ممنهجة يعني تتم ضد المعتقلين العراقيين وخاصة من الطائفة السنية في سجون ميليشيات الحكومة. وهذه يعني لا يوجد غموض في الأمر. ما هو الغموض في الأمر؟ معتقل لا يعرض للتعذيب، لا يقدم له الطعام، لا يقدم له الدواء، يعيش في ظروف إنسانية مزرية، يعني لا يوجد غموض في وفاته. هذا عملية قتل ممنهج واضحة لا يكتنفها أي غموض. حكومة السودان أستاذ علي أقرت بتسلمها نحو 3000 شكوى نتيجة الانتهاكات للمعتقلين داخل السجون، ألا يعد هذا اعترافا حكوميا يبنى عليه؟ يعني هذا الأمر نقدر نتناوله من جهة أخرى، لأنه إحنا من خلال معرفتنا بالحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 ومتابعة انتهاكاتهم وجرائمهم وميليشياتهم نستطيع القول أن هذا نوع من عمليات التسويف. هي ادعت يعني خلال 3 أشهر أو الشهرين الأخيرة استلمت 3000 شكوى. هذه 3000 شكوى راح تشكل لجنة، واللجنة راح تدرس هذه 3000 شكوى. القصد من هذا الكلام هو يعني بعد الضجة الأخيرة اللي تتحدث بها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتقاريرها وحتى جهات أخرى يعني أوروبية وغيرها من أجل مقاومة هذه يعني الحقائق والوقوف بوجهها، أصبح هذا الادعاء نحن استلمنا 3000 شكوى. يا سيد الحكومة، لا تحتاج أن تستلم شكوى من المواطنين. الحكومة يفترض أنها يعني ترعى الكبير والصغير في العراق وتعلم بكل ما يجري وتعلم حقيقة ما يجري في السجون، والحقيقة أنها متورطة بكل ما يجري في السجون من خلال ميليشياتها. هذه اللجان يعني أستاذ علي التي تشكل من أجل متابعة الانتهاكات داخل السجون هي لجان تشكلها الحكومة، هذا الأمر ليس بالجديد، هناك حكومات سابقة سبقت السوداني الكاظمي العبادي المالكي إلى آخره تقوم بتشكيل اللجان وفقا لتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ولكن لا جدوى من هذه اللجان. يا ترى من وجهة نظرك كيف يمكن إنصاف هؤلاء الذين يتعرضون للانتهاكات والذين زجوا حتى ربما وحكم عليهم بالمخبر السري؟ يعني هناك مقولة يقول إذا أردت التسوف أمر حيله إلى لجنة. نحن أعددنا يعني فيما يخص السجون العراقية منذ العام 2003 لدينا إحصائية تقول أن هناك أكثر من 113 لجنة أو أكثر، 113 لجنة تشكلت فيما يخص السجون العراقية. لم يصدر من هذه اللجان تقرير واحد عن حقيقة ما يجري في السجون ابتداء من معتقل الجادرية إلى يومنا هذا. الحل في هذا الأمر هو الضغط على المنظمات الدولية ومخاطبة أهم منظمتين دولية معنية في الأمر في العراق، وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تمتلك مكاتب وتدعي بأنها تزور السجون، والمكتب الأمم المتحدة التابع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتواجد في العراق، يعني في وسط بغداد هذا المكتب متواجد ولديه الصلاحية والقدرة على زيارة السجون والتحقيق فيها. لا يوجد حل إلا بتشكيل لجنة دولية محايدة استنادا إلى تقارير المنظمات المجتمع المدني والنشطاء والمنظمات الدولية وحل هذه المشكلة الكارثية. الآن المعتقلين انتقلوا من حر الصيف إلى برد الشتاء ويعانون الأمرين، يعانون الجوع والعطش والإهمال الطبي. لماذا لم تصدر الحكومة عفوا عاما؟
لا تستطيع الحكومة أن تصدر عفوا عاما، لأنها متورطة، لأنها تتعامل مع هؤلاء الناس يعني بأسلوب الأبرتهايد، بأسلوب التمييز العنصري، وإصدار عفو عن هؤلاء يعني يجردها من حقيقة أنها حكومة ميليشيات طائفية. يا سيدي، منذ 10 سنوات أو أكثر هناك مناقشات في كل دورة برلمانية عن إصدار عفو ضد المعتقلين الأبرياء. أكرر، المعتقلين الأبرياء فقط في العراق، يعني يراد أن يصدر عفو ضد معتقلين أبرياء، يعني هذه كارثة. هناك معتقلين أبرياء وهناك معتقلين غير أبرياء، بينما المحاكم غير خاضعة للمعايير الدولية من حيث القانون، ومعظم الذين اعتقلوا هم بالمخبر السري، وهذا الأمر كشف بالكثير من التقارير للمنظمات الدولية، وهذه التقارير موجودة إلى الآن. يا ترى هل سنشهد ضغطا من المجتمع الدولي، تحركا من المجتمع الدولي للضغط على الحكومة من أجل إيقاف هذه الانتهاكات داخل السجون؟ المجتمع الدولي لا يتحرك إلا من خلال ضغط المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء وكتابة التقارير وتوثيق الانتهاكات وإرسالها إلى المنظمات الدولية، لأنه المجتمع الدولي لا يتحرك يعني بهذا الأسلوب. المعايير، ازدواجية المعايير كلنا نعرفها، لكن يعني هذا الأمر الآن أصبح يعني وصمة عار في جبين الحكومة العراقية وفي جبين قوى الاحتلال التي أتت في هذه بهذه الحكومة وهذه المسميات إلى المشهد السياسي في العراق. وأكرر، التقصير والكارثة يتحملها مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بغداد. نعم، من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي، شكرا جزيلا لك.